27 hearts. السلام عليكم. اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم لعبة جديدة، أول مرة أنزل هاللعبة وتوها تنزل أصلاً في ستيم. قبل ما يبدأ المقطع لا تنسون زر اللايك إذا شفتوا إن المقطع عجبكم عشان نستمر على هذه السلسلة أو نوقف. اللعبة عبارة عن ألغاز. اللعبة غريبة 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 مرة، لكن أوكي وش أسوي الحين؟ يمديني أمشي كذا؟ أوكي. أوكي أختار يمين ولا يسار؟ شوف كيف، إذا رحت يمين يقول تختار شخصية أنثى ولا ذكر. اوكي طيب انا اروح بس كذا يمين. اوكي ديم. شو كيف اللعبه معتمده على اشياء كثير تلحس مخك. اوه شوف حتى الاعدادات حقتها. بس كذا نرجع. اوكي نروح يمين بعدين طلعنا من هذه الجهه بعدين ندخل هذا الباب. ها شو نسوي طيب؟ طيب كيف؟ يقول اضغط مثلث او اف. شوفوا على الشاشة حلو يا الهند. اوكي كذا يعني نوصل. ديم هلا بالفكرة، يمين بالله فكرة جامدة يا اخي. غريبة اللعبة غريبة غريبة مرة. انا وين طلعت الحين؟ يقول الحين اضغط سبيس بعدين نروح يمين ويطلعنا على شاشة ثانية. اوكي. ديم. والله أول مرة ألعب ألعاب زي كذا يا أخي. اوكي. بسم الله. اوكي ما فيها موت. حلو يعني تنط بس، أهم شيء فكرة أنك يعلمك أنك تنط. طيب هذه يقول اوكي. أها. طيب هذه ما يمدينا نوصلها كذا صح؟ طيب شو نسوي؟ يقول وصل كذا كذا. اوكي يقول جيب هذه هنا بعدين وصل هذه بهذه وصل هذه بهذه. دايم يا الفكرة. اوكي ندخل هنا نطلع من هنا ندخل هنا نطلع من الجهة هذه. حلو اوكي. طيب هذه تجي كذا ما تجي، اتوقع انها كذا. الله العالم يعني توصل هذا بهذا توصل هذا بهذا ولا لا؟ والله بدينا نفهم اللعبه. اوكي شو كيف يقول ارقى فوق ولا انزل تحت؟ طيب ايش قاعد يصير؟ طيب هذا اذا طلع لك هذا الشيء اللي تحت اللي تشوفون تحت اللوحه هذه في العلامه هذه لو الرسمه هذه تبين لك انك يمديك تشيل الشيء توديه مكان ثاني. هذا يقول لك اوكي والحين نشيلها. يقول اوكي طبعا هذا ما له دخل فنحاول نجيب هذه نجيب هذه ما هذه ما تحرك. اوكي يعني نجيب هذه كذا نحطها هنا بعدين نحط. اوكي مشكلة ما بدنا نحط باب ولا؟ طيب خلونا نجرب كذا خلونا نجرب كذا. لا هذه هنا معليش هذه هنا بعدين نوصلها بالسهم عشان يفتح الباب. حلو طيب الحين نلعب. طبعا تضغط اف عشان تروح من شو اسمه الابعاد هذه حقت انك تشيل لوحه كامله وتحول على انك تحرك الشخص. اف اللي يحرك او مثلث اتوقع عندكم اللي تلعبون باليد، فيمديك تلعب باليد يمديك تلعب كل شيء. اوكي الحين وين نروح؟ طيب لف يمين بس كذا. اوكي ما ادري وين رحت يا ساتر هذه كانها صعبه. طيب حلو الى وين؟ اوكي في مفتاح هنا لازم ناخذه. طيب كيف ناخذ مفتاح؟ اي ياخذ. حلو 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 حلو. طيب هو ودانا ذا. طيب الحين نجينا هذه حقت الرسم او حقت انك تشيل لوحه فلازم نفكر فيها الحين. هذه المشكلة شوفوا اللي تيجي تحت توقع انديك تاخذها يعني هذه جاية الدائرة حقتها على فوق فما يمدينا نحط دائرة على فوق مع دائرة على فوق فلازم ناخذ دائرة فوق على فوق مع دائرة على تحت يعني زي هذه. والله العظيم تلحس المخ صراحة يعني اتوقع انه كذا. خلينا نجرب كذا بس ماني ما اتوقع ما ادري ليش لكن خلينا نجرب كذا. ننزل اول شيء هنا. حلو اوكي لازم لازم هذا
حلو حلو حلو، هذا نلغيها. ولازم ناخذ المفتاح، فاتوقع ان فكره المفتاح ان ننزل. اوكي شوفوا كيف هنا في مفتاح، لكن المفتاح الثاني كيف ناخذه؟ ان هنا مفتاح او باب مقفل، لكن والله العظيم اللعبه كذا يا اخي يبغى لها تفكير. طيب انا حستها قبل شيء وسويت كذا صح؟ اوكي فهمت الحين. هذه طيب خلونا نلغي هذا الشيء، نجي هنا. يقول يمديك مثل ما تشوفون الرسمه يسار او في الشاشه التلفزيون، يقول يمديك تنزل بسهم تحت من الكيبورد، فاتوقع انه كذا. خلونا نجرب شوف الحين. الله اوكي خذينا مفتاح حلو. طيب الحين اتوقع اخر شيء اللي هو هذا، بعدين وين نروح؟ اوكي هذه يبغى لها بعد. حلو هيك اوكي هاي ثواني، هذه يبغى لها بعد فكره، ان هذه يبغى لها فكره شوي. طبعا هذه اتوقع انها تجي هنا وبعدها سوي كذا، قلنا كذا. الله انا بجرب صراحه، انا ما ادري بس بجرب. اوكي خلونا نجرب. اوكي ما يمدينا من هنا. عالقين. طيب كيف نستخدم المفتاح اصلا؟ هذه لازم المشكله تيجي تحت، لكن كيف نوصلها؟ هذه المشكله. هذا الباب نبغى نطلع على هذا الباب، فنسوي كذا نسوي كذا ونسوي كذا. خلينا نجرب. اوكي بسم الله. طيب طلعنا مع هنا، نزلنا مع هنا. اوكي صح علينا. اوكي ننزل مع هنا، بعدين نطلع ويطلعنا مع الباب اللي فوق، بعدين ناخذ المفتاح، بعدين ننزل تحت، بعدين نفتح الباب ونخلص المرحلة. يس والله العظيم فكرة رهيبة، اقسم بالله الفكرة رهيبة. طيب يمدينا ننزل تحت من هنا. ميوزك يا اخي رهيب. اوكي يا ساتر يا الهي. طيب هذا كذا بالاي. اوكي فتحناه، اتوقع انه يرقى الحين. اوكي بعدين نحرك الى هنا، بعدين وين نوصل؟ هذه المشكلة. اوكي وصلنا الى هنا، هذا اوه يفتح ويسكر على طول. حلو. اها اوكي يا ساتر يا اللحسة. حلو هذا بيرقينا فوق، بعدين نروح هنا، بعدين هذا يدفنا. لا جبنا العيد، تكفى. اوكي فهمت الحين. يمشي بعدين امشي معه، والله يدف بسرعه. اوكي يا لبيه. وين وصلنا. اوكي هذه يقول لك يبغى له حواسه. اوكي في سهم، فيه سلمين، اتوقع ان هذا هنا بعدين هذا هنا اتوقع. ليش؟ لان هنا في زر، فاتوقع اني انزل تحت بعدين اشغل زر. اوكي بعدين ارقى فوق. لا اوكي اوه ما يوقف. يا الله غلط الرسمه، فنعيد من جديد. حلو مو مشكله نغلط، اهم شيء نعرف كيف نحلها. ان سوينا كذا ما ضبط اوكي اوكي اتوقع. طيب خلونا نجرب كذا. يقولك هذه مرتبطه بهذه، طيب خلونا نسويها كذا نجرب، ممكن تضبط معنا لو مره. نفعل هذا الشيء، بعدين نفعل هذا اللي راح يفتح لنا هذا، واذا رقينا ننط على ذا ثم ننط. الله يا شيخ الله، الحمد لله حليناها الحمد لله. طيب هذه وش ذا؟ يقول سهم تحت. اوه يبغاك ترقى فوق ولا تنزل تحت. حلو فكرته والله. طيب هذا ينزلك تحت برضه نفس الشيء، بعدين ترقى انت وتخلص المرحله كذا. يا اخي لعبه رايقه، قسم بالله لعبه رايقه. اوكي وين نروح هنا؟ يقول اذا تبغى ترجع. اوكي هذه يبغى لها بعد. اوكي هذه اصعب شيء اتوقع الحين. هذه يقول يفتح هذا الشيء. حلو هذه شلون؟ قطع كذا مع كذا. انا بديت اصدع يا حال. اوكي خلونا نجرب كذا
ما كذا ما كذا مع هذه. خلونا نجرب الحين. طيب هذا يرفعنا فوق ونروح كذا، بعدين هذا يرفعنا فوق. اوه مسكر هذا، حلو. بعدين نشغل هذا الشيء عشان يفتح لنا هذا الشيء، بعدين نحرك ونمشي وننزل تحت. الله يا شيخ، الله 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 الله، والله العظيم لعبة ممتعة، لعبة حقت افكار كذا تنمي عقلك، تخلي عقلك يسوي ريفريش. اوكي هنا. طيب طبعا كل لصقة مثل ما قلت لكم هذه معناها تركيبة، فهذه اخر واحدة راح نسويها الحين وبعدها راح ننهي المقطع. اذا تبون نكمل على هذه السلسلة اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. اللعبة ممتعة، موجودة على ستيم، اسم حقها موجود في العنوان للي يبغى يلعبها. خلونا نشوف حل هذه كيف. طبعا هذا لو حطيناه كذا مو بضابط، لكن اوكي هذه اتوقع انها تكون هنا وهذه تكون هنا، ولا مشكله كذا. طيب خلونا نرفع هذا شوي وبعدها نجيب هذا هنا، نوخره شوي، وهنا هنا اللحسه. اتوقع انها كذا عشان ترتبط هذه مع اللي فوق، يعني زي كذا وزي كذا وزي كذا، وهذه مع هذه وهذه مع هذه. بسم الله خلونا نبدا. هنا اول شيء ناخذ المفتاح، بعدين نمشي من هنا، بعدين ندخل هنا وننزل، بعدين ننزل مره ثانيه، بعدين ننزل. طيب معنا مفتاح، اوه هذا ما يفتح الا بالزر، حلو. طيب مشكله كذا. هذه الفكره حقتها ان فيها سلمين، يعني يكون من سلم فوق وينزل على تحت. يعني اتوقع والله العالم اتوقع هذه مرتبطه مع هذه مو مع هذه، يعني زي كذا. خلونا نعيدها من جديد. اوكي طيب خلونا نفكر من جديد. هذه مين مرتبطه مع هذه؟ كيف هذه؟ هل يمدينا نسوي لها نقلبها زي كذا؟ ما يمدينا. اوكي يقول لك هذا الشيء مرتبط مع اللي فوق عشان يفتحه كزر يعني. طيب اول شيء وصلنا قبل شوي هنا وما عرفنا نفتح الشيء هذا. طيب يقول هذا الزر مرتبط، كيف نروح هذا الزر؟ لازم يكون هنا فيه سلم، السلم هذا يوصل على هذا، يعني هذا السلم شيل ودي حوش هنا. طبعا اوكي ما يمدينا، ما يمدينا ننزل. والله العظيم لعبة غريبة يا اخي، توقعون كذا يعني؟ اوكي والله احتمال كذا، تصدقون؟ لكن هذه كيف؟ الأخيرة ذي كيف؟ هذا الشيء لازم نروح له قبل كل شيء، بس كيف نفتح؟ وهذه تتصل مع ايش؟ يبغى لها تفكير عميق. يا ساتر يا ربي. أنا ما أدري وش أسوي الحين بالضبط. أوكي، لو قلنا هذه مع هذه، أوكي؟ وهذه مع هذه عشان تفتح لك الباب، ثم ترجع ثم تاخذ هذا، تروح مع هذا الباب، تنزل تحت، بعدين تنزل مع الدرج، بعدين تنزل مع الدرج الثاني. لازم يوصلك هذا الدرج، أوكي؟ لكن الدرج هذا يكون متصل مع هذا، بس كيف يكون متصل مع هذا؟ لا تقول لي اتوقع ان هذا مرتبط مع هذا. اوكي وهذا الشيء يكون مرتبط مع هذا، فهذا يكون كذا. يا ساتر اللحسة. طيب خلينا نقول ان هذا مع هنا، طيب وهذا ما هنا، اوكي وهذا ما هنا وهذا ما هنا. بسم الله خلونا نجرب. قلنا اول شيء ناخذ مفتاح، بعدين نمشي هنا، بعدين ننزل، بعدين ننزل، بعدين نروح هنا. فتحنا الباب، حلو. وين ننزل معه الحين؟ اوه حليناها حليناها. يا سلام يا سلام يا سلام، صفقه لايك لايك لعيون هذه، التفكير العميق هذه. اوه عموما بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، اذا تبون انوع في الالعاب زي كذا وتبون اكمل في هذه السلسله اكتبوا لنا تحت الكومنتات ونبغى نشوف دعمكم. يعني ان شاء الله ما تيسرون، لعبه رهيبه رهيبه يبغى لها فكر. احس الحين المراحل في البدايه احس انها سهلة بس
بنفس الوقت مي بالسهولة ذيك اللي تونا في بداية اللعبة، فأحس بعدين بيصير موضوع مرة 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 صعب ومعقد، لكن إن شاء الله تستمتعون وإن شاء الله استمتع أنا. فبس أشوفكم على خير، سلام.